حقوق منسية وعندنا حقوق منسية وعندنا مطالب شرعية وعندنا مطالب شرعية وعندنا حقوق منسية وعندنا حقوق منسية وعندنا مطالب شرعية وعندنا مطالب شرعية وعندنا حقوق منسية. الوقفة الاحتجاجية اللي جات اليوم استجابة أولا للنداء للجامعة ديالنا الجامعة الوطنية للصحة المكتب الجامعي اللي بعد الأمور التي تدرس في الخفاء في طلامس الظلام من طرف هذه الحكومة، وخير دليل على ذلك هو التصريح اللي أدلى به ولا المداخلة اللي دارها وزير المكلف بالميزانية في هذه الحكومة هذا القجع الذي بكل صراحة استفز عموم الشغلة الصحية بدك التصريح اللي نحن تفاجأنا به كما تفاجأ به عموم المغاربة بأن هناك قانون وظيفة صحية واجد عندهم في الوزارة ديال المالية، ونحن في الجامعة راسلنا الوزارة الصحة وراسلنا وزارة المالية بمدنا بهذا المشروع القانون، وكلهم يعترفون بأن ليس هناك قانون. هو المطلب الأول هو نطالب بإشراك جميع الفرقاء الاجتماعيين للتحضير لهذا القانون ولا المشروع القانون للوظيفة الصحية. ثانيا نطالب الرفع الحيف ورفع اليد على الوظيفة العمومية عموما والموظفين ديال وزارة الصحة خصوصا، لأن هناك توجه عام للحكومة لهذه الحكومة كما كان سابقا في الحكومة السابقة لخصصة القطاع وتكريس مبدأ التعاقد في الوظيفة العمومية، وهذا ما نحاول وسنحاول وسننجح إن شاء الله في التصدي له. هذا الوقفة اللي نظمنا اليوم تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة هي كوقفة إنذارية ضد الوزير، لأن تصريحات اللي جا بها مؤخرا تم بها الإقصاء ديال الأطر الصحية التمريضية، ولهذا احنا نظمنا هذه الوقفة هذه لأننا حنايا ما يمكنش يقصينا، كان عليه بالقرار ديالو يدخل جميع الأطر الصحية بما فيها الطبيب الممرض التقني وكل العاملين في القطاع. احنا من منذ بداية الجائحة كاملين خدمنا في هذا المشروع ضد كوفيد، خدمنا في التلقيح، وهذا القرار صراحة جانا غريب وجانا ما غير منطقي يتم الإقصاء ديالنا بهذه الطريقة هذه. احنا ما عرفناش الأسباب، إلا احنا يا في الساعة اللي يتم النداء ديالنا باش نخدمه كاملين كان لبيو النداء وباقين غادي نلبيو النداء وباقين غادي نخدمه، ولكن في الساعة اللي غادي يجيو القرارات اللي هما تحفيزية للبعض وإقصاء للبعض راه هذا الشيء كيحس في النفس، ولهذا احنا قررنا ننظموا هذه الوقفه هذه. هذه كيجي في خلال اطار الوقفه الانذاريه عقب تصريحات المفتزه ديال وزير المنتدى بوزاره الماليه بخصوص قطاع الصحه، بعد عام تقريبا اكثر من عام ونص والاطر الصحيه كتضحي بغالي ونفيس من اجل محاربه هذا الوباء، كيجي الوزير المنتدى لوزارة المالية بخصوص إقصاء عدد من الأطر الصحية في التصريحات ديالو الأخيرة، ولذلك احنا هنا وقفنا باش نعبروا على سيئنا للتصريحات، وأنه أي قرار تاخذه وزارة الصحة خص يكون إشراك جميع الفئات الصحية بوزارة الصحة اللي هي أصلا كلها مدعوة باش تحارب هذا الوباء من الأول. أولا هو أول أي قرار غادي ياخذه السيد وزير يجب إشراك جميع الفئات الصحية، لأنه كما هو كينادي بأنه بغى هاد الشغلة الصحية تحارب الوباء جميعا من الوزير إلى آخر موظف وزارة الصحة، كذلك في القرارات اللي ياخذها هو خص يجب إشراك هاد الفئات كاملة. ثانيا هو انه باش يجي وزير خرج علينا وزير منتدى بالوزاره الماليه ويدير باقصاء واحد الفئه اللي هي كبيره من قطاع الصحه، فهذا تمييز، وحنا بغينا نفهموا علاش هذا التصريح هذا جا في هذا الوقت هذا في بدايه الحكومه الجديده. الطلب الثالث هو انه في خطاب الملكي السامي الاخير انه جلاله الملك ديما كيشكر القطاع الصحي وفي المهنيين ديال قطاع الصحه في محاربه كورونا، ما فهمناش حنا علاش هاد المسؤولين في هاد الحكومه ولا الحكومه اللي مشات ديما كاين الاقصاء ديال الاطر الصحيه. الناس راعيو بغاو بيان سور لا موتيفاسيون باش التشجيع ديالهم، ونظر في الملفات اللي هي معطله في دواليب الوزاره، والوزير كيخرج لنا بهاد الخرجات ديالو اللي ما عندها حتى منطق في قطاع الصحه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.